من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وكان في المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأيضا الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام. وفي المؤتمر كان في تفاصيل كثيرة الحقيقة مهمة، مثلا كان في دعوة وزيرة الصحة لكل من المتعافين من كورونا بالتبرع بالدم علشان يستفيد الآخرين من بلازما المتعافين. كمان الوزيرة الدكتورة هالة زايد اتكلمت عن المحافظات الأكثر والأقل عرضة لفيروس كورونا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ وليد عبد السلام رئيس القطاع الطبي باليوم السابع. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهم النقاط يا فندم اللي وردت النهاردة بالمؤتمر. النهاردة طبعا كان في صباحا كان في اجتماع لدولة رئيس الوزراء مع اللجنة الطبية العليا مكلفة بمتابعة ملف أزمة كورونا في مصر. نعم. هي المشكلة من دكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وسيد أسامة هيكل وزير الدولة وشؤون الإعلام. والحقيقة بدأ المؤتمر بتفاصيل مهمة جدا أعلنها الدكتور السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. أيوة. اتكلم فيها عن ان الحظر هيكون من بداية من اليوم من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة تاني يوم الصبح اليوم التالي، يعني علشان بعض في شكاوى من بعض المواطنين ان ارزاقهم واشغالهم بتبدأ من الصبح بدري، فيكون ده لمدة اسبوعين الحظر يكون؟ هو لم يحدد حتى الآن هينتهي إمتى الحظر، لكن كل المعلومات دي اللي وردت إن الحظر من الآن من النهاردة هيبدأ من 8 وينتهي عند 5 صباحا من اليوم الثاني. تمام. بعد كده اتكلم أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام وتخصيص عديد من الخطوط الساخنة للرد على استفسارات المواطنين، من الخط الساخن 105 وخط ساخن متعلق بوزارة التعليم العالي وخط مجلس الوزراء، خط الشكاوى المختص بمجلس الوزراء. وأكد وزير الإعلام على أن كل محافظ مكلف بإعلان خط ساخن داخل محافظته يمكن للمواطنين التواصل والاستفسار عليه عشان ما يحصلش ضغط كبير على الخطوط الثانية ويكون في مساحة للبعض أن هو يستفسر أو يقدم شكاوى أو يطلب نجدة طبية معينة. واتكلمت بعد كده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على اعتماد بعض التحاليل الكلينيكية زي صورة الدم الكاملة وأشعة إكس على الصدر والأشعة المقطعية كدليل أولي على إصابة بفيروس كورونا من عدمه. وأكدت الوزيرة أن كل الحالات المشتبه فيها سريعا بيتم صرف العلاج ليها وعلاجها لحين ظهور المسحه التاكيديه اللي بتوضح ما اذا كان في اصابه فعليه او لا. وايضا الوزيره هالة زايد قالت تم رفع عدد مستشفيات العزل وتقديم خدمات الطبيه المتعلقه بفيروس كورونا من 18 مستشفى الى 376 مستشفى. كان طبعا عارفين كان في تم اعلان 320 مستشفى ثم اضيفت 36 مستشفى جديده بيجرى تجهيزهم الان. وايضا دعت السيده وزيره الصحه الى المتعافين من فيروس كورونا واللي وصل عددهم الى اكثر من 5500 حتى الان للتبرع بالدم في مراكز الدم الاقليميه على مستوى الجمهوريه بعد مرور 15 يوم على التعافي علشان يتم الاستفاده من بلازما المتعافين من فيروس كورونا وحقنها في الحالات الحرجه اللي بتعاني من مشاكل صحيه كبيره. وقالت ان في اكثر من 60 حاله تعافت بالبلازما، ودعت كل الناس انها تكون حريصه على كل المواطنين اللي نقدر نقدم اي خدمه من اي نوع بشكل سريع. طب استاذ وليد، يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف هل احنا في فتره الذروه ولا احنا لسه هندخل على فتره الذروه؟ لان الناس قلقانه وتتساءل. الحقيقه دكتوره جيهان، واحنا كل يوم بنتفاجئ ان احنا داخلين في عمق الاصابات وفي ذروه الازمه
بدليل على مدار الايام الماضيه ومنذ انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك اثرت جامد. بدانا نشهد ارتفاع كبير جدا في الاعداد، وصل النهارده ل 1500 حاله وزياده كتير في المقابل في ارتفاع كبير جدا لعدد الوفيات. ويتكلم مستشار السيد رئيس الجمهوريه النهارده عن وجود ارتفاع نسب المخالطه ما بين المواطنين وبعضهم، وايضا كان في معلومات مهمه جدا ومتعلقه بالمحافظات التي ارتفعت فيها نسب الاصابه بشكل كبير، وكانت محافظه القاهره من المحافظات اللي سجلت اكثر من 50% من اعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهوريه، ثم تلاها محافظه الجيزه والاسكندريه والاسيويه والبحيره، كلها محافظات فيها نسب كبيره جدا من الاصابات. ست محافظات اعلنتهم السيده الوزيره بالارقام، انا لا يعني مش شايفها قدامي عشان اقولها لحضراتكم. ايوه. لكن هي اكيد واتنشرت ونشرناها عندنا في اليوم السابع وفي معظم الصحف. لكن اللي اكدت عليه الوزيره وقالت جمله مهمه جدا في نهايه خطابها امام الساده رؤساء التحرير والصحفيين المعنيين بالملف، قالت ان الوقايه هي خير علاج، وان الكمامه هي افضل سبيل للوقايه من اي عدوى محتمله، سواء هتكون انت سبب في انتشارها او هتكون انت مصدر للعدوى او تلقيها من اي شخص اي مكان. واتكلم مستشار رئيس الجمهوريه عن ان المخالطه الشديده وان عدم الانصياع للتدابير الاحترازيه والوقائيه على مدار فتره شهر رمضان كانت واثرت بشكل سلبي علينا، وده اللي وصلنا. اكيد اكيد. بشكر حضرتك استاذ وليد عبد السلام رئيس القطاع الطبي باليوم السابع.